هاي، بهيدا الفيديو رح نتعلم كيف نعمل Hyperlink و Trigger. بدي أعتبر أنا أنه خلصت البرزنتيشن تبعولي وبدي أتأكد أنه الأشخاص اللي عم بيحضروا فهموا. بدي أطرح عليهم مجموعة أسئلة. بقدر حط 10 أسئلة بشيبس متنوعين، فينا حط animated persons عم يسألون اللي بدكن. يعني أنا هون حطيت 2 boxes just to simplify the presentation. So الأشخاص حرين ينقوا حيالله رقم بالدنيا، مدروري بلشوا by order 1, 2, 3. شو بعمل؟ راح نفترض هلا انه الاشخاص نقوا first number one. when I click على box number one راح تاخذني دغري على البيج اللي فيها question number one. كون انا حاطه من قبل، اذا جاوبوا صح راح اكبس على box number one، راح يزقف لهم ويحط لهم التشيك، واذا جاوبوا غلط راح اكبس على question وراح يحط لهم الاكس. ولما انا بكبس next او بكبس الكليك على الكيبورد بيطلع لي الجواب الصح. وبس بدي ارجع على الهوم بيج ليرجعوا ينقوا سؤال عن جديد، كون حاطه هيدا الهوم الصغير اللي تحت بكبس عليه وبيردني على الهوم بيج يلي فيها كل الاسئله. ومثل ما لاحظتوا النمبر 1 انشخط لحتى ما حدا تاني ينقي، تنعرف انه هيدا اوريدي تنقى. وزيت الشيء لل 2 اند بنرجع على الهوم بيج. كيف عملتها رح تشوفوا بهيدا الفيديو. سو اول شيء رح اعمله رح روح على بلانك برزنتيشن، حط على البيج Ctrl A، محي كل شيء موجود وبلش بأول شيء بعمل Right Click Format Background لحتى زبط أنا الباكجراوند على ذوقي. أنا بحب حط Gradient Fill وبيطلع لي مماوج كذا لون، فيني غير بالألوان مثل ما بدي، فيني حطه مثلا هون Green، رح خلي Blue. برجع بحط Text Box بكتب اللي بدي اكتبه، answer question، اكيد بكبر الخط وبروح على format. بنقي انا رح نقي الاصفر اللي كمان فيه gradient، بروح على text effect بحط reflection، اذا عبالي حط reflection. بقدر حط transform ونقي حيلا شكل انا بدي اياه، رح نقي هيدا او هيدا، اكيد بكبر بصغر، بقدر من هون غير له الانجل. وبقدر كمان اروح على شيب effects ونقي الايفكت اللي انا بدي اياه. هلا رح اعمل رح زيد شيب rectangular، كمان بروح على الفورمنت بحط له gradient fill لغير له بشكله شوي بالوانه، وفيني نقي اي فورم انا بدي اياها بحط له هيك مثلا، وبدل ما احط تايب راديال بحط له ريكتانجلر، بقدر احط له باث، الباث حلو مهضوم انا بلاقيه. وبرجع بروح على شيب ايفكتس وبقدر اغير فيه، بحط له شادو، بغير له شوي بحجمه، فيكم تعملوا اللي بدكم اياه. وكمان بقدر اغير له بلونه، اذا انا ما بدي اياه بلو بقدر على كل وحدة محطوطة هون كل ستوب بحط مثلا أنا بدي بالنص لون المطارد، اليالو من برا، وفينا ننقي يالو أفتح أو وايت من برا اللي بدكن ياه. وبقدر حط له نو أوتلاين تا ما يكون عندي كولر تانية. بقدر أعمل كنترول سي كنترول في كوبي بيست لا يطلع لي زيت الشيب، او بقدر كمان اعمل بروح على الهوم على الفورمات بينتر وبكبس على تاني شيب وبيطلع لي زيت اللون بزيت الطريقه. رح غير كمان الباك جراوند ليصير يلبق معهم ورح حطه، رح نقي هيدي رح حطه باث، ومش اول وحده، اول وحده بتركها ابيض لانه هي للنص، اخر وحده رح نقي لون اغمق. اوكي، وهلا رح زيد التكست بوكس او فيني حط دغري رايت كليك على الشيب اد تكست وبكتب 1 سيلكشن عليها، بكبر لها حجمها، ما عمل سيلكت، اوكي بكبر لها حجمها حتى يصير مبين واضح، بقدر احطها بولد وبقدر اكيد اغير اللون. وزيت الشي هون اد تكست 2 كمان بكبر وبحط البولد.
وهلأ بدي أعمل الهايبرلينك. تعمل هايبرلينك بدي أخلق سلايدز جديد. تقله أنا لما أكبس على الوان بدك تخدنا على السلايد 3 اللي هو بقلبه فيه الكواستشن 1. سو بكبس على الشيب وبحط رايت كليك وبحط هايبرلينك. بحط له place in this document لأنه أنا ما بدي ياخدني على document تاني بذات الدوكيمنت، بس بدي ياخدني على سلايد تاني، وبنقي أي سلايد أنا بدي. أنا رح أكبس سلايد 3 وحط له أوكي. سو بس حط فول سكرين، أكبس على سلايد على الوان رح ياخدني دغري على سلايد 1 يلي أنا بعده عندي بلانك. على السلايد 1 شو بعمل؟ بقدر بذات الطريقة أعمل الباك جراوند وأعمل الشيبس وحط الكويستشن واللي بدكم إياه. وبآخر السلايد مثل ما شفتوا قبل أنا الكبسة الهوم ردتني على الهوم بيج، بحط insert shapes بنزل لتحت على شيء اسمه action buttons وبنقي الهوم وبرسمها هون كأنها شيب لحاله بيفتح لي هذا الويندو، بحط لي hyperlink to وبنقي أي سلايد تكبسوا له سلايد لحتى تقدروا تتحكموا برقم السلايد، وبنقي سلايد 2 بحط له اوكي. بقدر احط بلاي ساوند، بقدر احط اللي بدي اياه، بحط اوكي. وهلا بتاكد بكبس على الهوم وردني على الهوم. لاقدر احط الاكس هيدا بدها تريجر. شو بعمل؟ باخذ من الشيبس برسم اكس بحطه بالريد، فيني اسمك لها شوي الويت، كنترول سي كنترول في طلع لي وحدة تانية. واكيد بتقدر تستعملوا الاكس اللي فوق بس بتجي كتير تخينة، فانا فضلت ارسمها انا. وبعمل كنترول عتنيناتن كليك عتنيناتن to group them and that's it. وبجيب الاكس وبحطها هون وبس يكبس علي على الاكس. بروح على animations اوكي وبحط له appear او whatever شو هي وبكبس trigger on click off وبنقي انا بس اكبس اي shape بهيدا السلايد بدي يطلع للاكس. سو انا رح نقي ال rounded rectangle 5 يلي هو هيدا وبروح بتأكد يمكن ما زبطت الانيميشن. لما اكبس عليه الاكس بينت. So, إذا بدكم تتأكدوا شو اسمه الريكتانجل، إذا كان عندكم كتير ريكتانجلز وبدكم تتأكدوا شو اسمه بتكبسوا على الريكتانجل، بتروحوا على فورمات بتروحوا على فورمات على سيلكشن بين، بيطلع لكم كل الشيبس وكل التكست اللي موجودين عندكم بالسلايد. سو لحتى تتأكدوا شو اسمه بتكبسوا مثلا ريكتانجل 6 عملكم سيلكشن على 6، ريكتانجل 5 عملكم سيلكشن على 5 لتقدروا تكفوا بالباقي. بذات الطريقة مثل ما عملنا تريجر هونيك رح نعمل تريجر على السلايد 1. بعتبر انه هيدي بس رح اكتب على السريع 1 تعرف انه هيدي الكويستشن 1. رح اعتبر هون رح حط انسر بس بلا ما حط الكويستشن او كويستشن رح اكتبها اوكي شو ما كانت الكويستشن. ورح حط اوتلاين تميز وين الحدود اوكي. سو بتقدروا تعملوا كوبي بيست لحيلا الشيب بدكم اياه او انسرت شيب. اذا انا بدي فيرست اوف اول بنقي الاكس اوكي بعمل لها روتيشن لتبين اكس، بحط لها نو اوت لاين شيب فيل بحطه ريد. وبتقدروا تعملوا كوبي بيست، انا رح اعملها من الفيرست باوربوينت اللي عندي للتشاك اوكي. مثل ما كنت قلتكم قبل نقدر نشتغل على الباك جراوند على اللي بدكم اياه. وبذات الطريقه بتكبسوا عليها على على الترو، بتحطوا انيميشن تريجر اون كليك اوف وبتنقوا على شو بدكم. رح نقي على الراوندد ريكتانجل 4. سو انا وقتها اكبس عليه رح يطلع لي التشاك. كيف حطيت الساوند؟ بكبس عليها بتحطوا animation sorry بتحطوا animation pane الارو effect options وهون بتحطوا له بالeffect sound. انا حطيت له sound applause، فيكم تنقوا حيلا sound تاني and okay.
وزيت الشي للأكس بقبس عليها animation، بحط له appear أو whatever شو هي، بحط trigger on click off، وبنقي رح نقي question يعني text box 5، وبتأكد أنها زبطت. بس اقبس على question رح يطلع على الأكس. وكمان بقدر زد لها sound، بروح على animation pane، بحط لها effect options، وبحط بدل نو ساوند بنقي اللي بدكم اياه. رح نقي مثلا البومب وحط اوكي. سو لما اكبس عليها رح يطلع لي هيدا الصوت. وهيدا كان كل شيء بخصوص الهايبر لينك والتريجر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، بشوفكم بفيديو تانية.